طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. طنجة بحالها بحال كاع المدن الأخرى، سواء الموجودة داخل أرض الوطن أو خارجه. طنجة ضرت بزاف بسبب الوباء اللي ما خلى حتى قطاع إلا واستنزفوا، وأكثر القطاعات اللي تضرت بشكل مباشر في هذه الجائحة هو القطاع السياحي اللي بدا كيسترجع الأنفاس ديالو أخيرا مع حلول صيف 2021. فبعد مرور سنتين من الإجراءات الاحترازية الغير مسبوقة بسبب كوفيد-19، ودابا ملي الحكومة اتخذت مؤخرا مجموعة من القرارات اللي كانت مفرحة للشعب المغربي واللي كتبشر بزوال شبح القيود الاحترازية، قدروا المطاعم والمقاهي والنوادي وقاعات الحفلات يستأنفوا العمل ديالهم مع بعض الإجراءات المخففة، الشيء اللي ساعد أيضا على انتعاش سوق الشغل من جديد في قطاع السياحة والخدمات، واللي غادي يخلي القطاع السياحي ينتعش أكثر هو توافد السياح الأجانب وعودة المهاجرون المغاربة للمغرب. والمستثمرون في القطاع السياحي بطنجة كيرهنوا أكثر على تخفيف التدابير المرتبطة بحالة الطوارئ، خاصة اللي عندها علاقة بالتنقل بين المدن، لأن تخفيفها أو رفعها غادي يزيد من نسبة إقبال السياح المحليين على المدينة، وهو المشهد اللي ولفته طنجة في كل صيف.